بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. سورة سبأ من الكتاب 65، كتاب التفسير. روى الإمام الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة سبأ حديث بإسناده عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث وفيه، يعني حديث احنا عايزين بس ناخد من الحديث الحتة المتعلقة بسبأ، وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل. يبقى سبأ ده اسم رجل، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6، يعني 6 منهم سكنوا في اليمن وعملوا قبائل اليمن الستة دول، فتيامن منهم 6، وتشاءم منهم 4، و4 منهم سكنوا في الشام عملوا الشام، كويس. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، دول أسماء قبائل العرب اللي هم من أولاد سبأ، دول اللي سكنوا فين؟ في الشام. لخم وجذام وغسان وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأغار وأنمار وكندة، وأنمار وكندة. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. يبقى النبي شوف أنساب العرب في النبي، عارفهم كلهم، عارف كل واحد أصله جده مين وأبوه مين فاهم. فده حديث من الأحاديث اللطيفة اللي مرت علينا لما كنا بنقرأ سنن الترمذي متعلقة بسورة سبأ، يعني لأن في ناس كتير ما يعرفش سبأ ده أرض ولا امرأة ولا رجل ولا أكلة ولا شربة ولا لبسة ولا إيه بالظبط. طلع راجل هو الإيه، أنجب 10، كل واحد عمل قبيلة كبيرة من قبائل العرب. سورة سبأ وفيه بابان: معاجزين مسابقين. معاجزين يعني ايه؟ يعني مسابقين. بمعجزين بفائتين، معاجزين مغالبين. في المكي والبصري يقرا ايه؟ معجزين، معجزين، دي قراءة المكي والبصري، باقي القراء معاجزين، لكن في قراءة تانية معجزين. يعني ايه معاجز؟ يعني ايه؟ يعني يعاجزك، يعني ايه؟ يعني يسابقك ويغالبك، انتوا لا هتسبقوني ولا تغلبوني. ربنا بيقول للعباد كده، لانهم ضعاف لا حول لهم ولا قوة. سبقوا فاتوا، سبقوا يعني فاتوا. لا يعجزون، لا يفوتون. يسبقون، يعجزون. أم حسب الذين يعملون السيئات إيه؟ أن يسبقون ساء ما يحكمون. في سورة العنكبوت يسبقون يعني يعجزون برضه، فهمت إزاي؟ وعشان كده جاب يسبقون ليا في العنكبوت،
لأنها بمعنى معجزين اللي هي في سورة سبأ. يبقى يسبقون يعجزون، قوله بمعجزين بفائتين، ومعنى معاجزين مغالبين، يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. معشار عشر، معشار يعني معناه عشر، المعشار هو العشر. الأكل الثمر، باعد وبعد واحد، لما قالوا باعد بين أسفارنا، باعد وبعد بمعنى واحد. المكي والبصري والشامي رأي ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، لقراءة المكي والبصري والشامي. يعقوب يقراها ايه؟ ربنا باعد بين اسفارنا، ربنا باعد بين اسفارنا، ده على سبيل الاخبار. وباقي القراء ربنا باعد بين اسفارنا، اللي احنا ايه حافظين بيها القراءه اللي احنا معظمنا حافظين. يبقى باعد وبعد واحد في المعنى يعني. وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب يعني لا يغيب. العرم السد ماء أحمر، وللإمام البخاري عن الحموي وأظن أنها هي الأدق، العرم بمعنى الشديد. قراءة الإمام، رواية الإمام البخاري عن الحموي، العرم الشديد، فلان عرم يعني شديد. لكن هنا قايل ايه؟ لا يغيب، لا يعزب لا يغيب. العرم السد ماء احمر ارسله الله في السد. السد اللي هو كان ايه؟ سد بنته لهم بلقيس لما كانت بتحكمهم علشان يحجبوا الماء وايه؟ ويفتحوه، لانه كانوا بيحصل ان قبائل اليمن يتخانقوا مع بعض ويتحاربوا مين يروي الاول. ويحاربوا بعض، فجت بلقيس عملت لهم سد، وهذا السد عملت منه ايه؟ اربع ابواب او سبع ابواب قيل، تقفل كل باب وتفتحه لكل قبيله عند حاجتها حتى لا يحدث تناحر بين القبائل. فربنا سبحانه وتعالى ارسل على هذا السد نوع من الحيوانات، زي قيل فأر وقيل غير ذلك، ايه اكله وجعل الماء اللي فيه ماء عارم يعني شديد الحمرة، وبدأ يتآكل ياكل ايه جدران السد حتى انهار السد بسبب كفره. يبقى العارم السد ماء احمر ارسله الله في السد، فشقه وهدمه وحفر الوادي، فارتفعتا عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبستا، ولم يكن الماء الأحمر من السد، ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المسناه بلحن أهل اليمن، يعني زي المدرجة يعني، لأن كانت عاملة الأبواب السبع أبواب مدرجة إيه تحت بعضها، بحيث تفتح باب فإذا انتهى الماء اللي في الباب الأعلى تفتح الباب اللي أسفل بالتدريج، زي نظام ري كده، فيسموها المسناة بلحن أهل اليمن. وقال غير العرم الوادي، يبقى العرم شوف فيها كم معنى، فيها معاني كثيرة، وأقربها الشدة. فهمت ازاي؟ سيل العرم يعني السيل الشديد الذي اغرقهم وحطم السد. السابغات الدروع، هنعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات يعني الدروع، تبقى سابغه كده تغطي ايه الصدر المقاتل حتى لا يتعرض لضربات السيوف، لان سيدنا داود ربنا ألان له الحديد، فبقى يصنع من الحديد هذه الدروع اللي يلبسها المقاتلة
لأن سيدنا داود أصلا كان جندي مقاتل، ده هو اللي قتل طالوت، فكان حرفته القتال. ولما كان القتال يتطلب الحديد في صناعة السيوف والدروع، ربنا قال أنا له الحديد حتى ييسر له حرفته. فهم؟ وقال له إيه؟ أن اعمل سابغات، يعني الدروع تبقى سابغة، يعني مغطية الكتاف كده ووافية علشان تحمي المقاتل من ضربات السيوف. أن اعمل السابغات الدروع، وسابغ يعني وافر. سابغ يعني وافر، يعني وافي. وقال مجاهد: يجازى يعاقب. وهل يجازى إلا الكفور؟ يعني يعاقب. أعظكم بواحدة، بطاعة الله، مثنى وفرادى، يعني واحد واثنين، التناوش، التناوش، قراءتان، التناوش بمعنى التناول، أن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني أن لهم التناول من مكان بعيد. يبقى إيه؟ لكن التناوش من البعد بقى، من نأى بعد، أن لهم التناوش من مكان بعيد. يبقى عندنا قراءتان: التناوش من البعد، والتناوش من المناولة. التناوش بالمد كده ست حركات، قراءة أبو عمرو وشعبة والأصحاب يقروها التناوش من مكان بعيد. جاية منين؟ من البعد. لكن التناوش جاية من التناول. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشعيب من قبل. يعني التملي الكافر لما يجي يعاين الموت أو يدخل القبر ويشوف النتيجة بتاعته إنه ربنا يعني يعاقبه، يقول لك يا رب بس ردني ولو يوم واحد. لكن ربك يقول لك ولو ردوا لعادوا لمن هو. يعني أن لهم أن يتناولوا الدنيا وهم ماتوا على الكفر وصاروا في الآخرة. فهمت؟ وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة، بأشياعهم بأمثالهم. وقال ابن عباس: كالجواب، كالجوبة من الأرض، كالجواب. الجواب بإثبات الياء هكذا وصلا عند ورش وأبو عمرو، يثبت الياء والجواب، واخد بالك، يثبتها في الوصل بس، لكن في الوقف بحذفها. أما المكي ويعقوب يثبت الياء في الجواب وصلا ووقفا، وباقي القراء بإيه؟ بغير ياء وصلا ولا وقفا. كالجوبة من الأرض، الخمط الأراك، والأثل الطرفاء، العرم الشديد. شوف جاب لك بقى في الآخر العرم عشان لخبطك فوق وفوق لخبطك، ثلاث سطور في العرم واتلخبطت، فقام عايز يريحك يقول لك ايه؟ العرم الشديد بقى، يلا معلش ما تزعلش. فهمت بقى؟ فبيريحك. طب ايه الاثل الطرفاء؟ نوع من انواع الاخشاب التي لا ثمر فيه. يقول لك طرفاء الغابه، يعني انواع من الاخشاب هي لا ثمر فيها. مش بيقول لك بدلناهم بجنتين بجنتين جنتين ذوات اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل؟ يعني اصبحت ايه؟ مزروعات بلا ثمر. بعد ما كانت مزروعات مثمره صارت مزروعات بلا ثمر. باب: حتى اذا فزع عن قلوبهم. وفي قراءه ابن عامر ويعقوب: حتى إذا فزع عن قلوبهم. يبقى عندنا فزع، فزع يعني فرج عنهم. يبقى فزع عن قلوبهم يعني فرج عنهم، ينزل عليهم أمر الله، إيه تبص تلاقي إيه يحصل، إيه شدة في قلوبهم، وبعدين يفزع عنهم يعني ينصرف عنهم فيدركوا ما أراد الله. زي ما كان النبي كده ينزل الوحي على قلبه يقوم يبن عليه إيه؟ يبن عليه صعوبة وشدة،
اول ما ينتهي يقرا على طول القران يعرف ربنا قال له ايه. كذلك الملائكه حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 48 بعد 804,000 قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني لو ربنا له أمر يريد أن يخبر به الملائكة في السماء لينفذوه في الأرض يحصل ايه؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني يخضعوا ويتركوا الحركة ويصمتوا ويخضعوا بايه؟ بأجنحتهم حتى يسمعوا مراد الله منهم. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا يعني خضوعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يوم يجي الأمر إيه في قلوبهم يسمعوه كأنه رميت عارف سلسلة من الحديد ترميها على على صخرة تعمل إيه ترن كده تن 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 كده، وبعدين أول ما يفرغ من القضاء يعرفوا ربنا قال لهم إيه. عشان كده الرسول مش بيقول أشدوه علي مثل صلصلة الجرس لما سئل عن الوحي، مثل صلصلة يعني كأن وحي اللي كان بينزل على النبي يشبه اللي بينزل على الملائكة. شفت بقى النبي كان يتحمل تحمل تتحمله الملائكة، دليل انه وفي الاخر يجي لك الوهابي المنحوس يقول لك بشر عادي بشر معتاد المناحيس الجهلة. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان اللي هي الحجر الأملس الصخر الأملس يعني. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، الشياطين بقى في اللحظة دي تبقى واقفه فوق بعضها زي صوابع كده، شوف قاعدين عشان يوصلوا للسماء الدنيا يسمعوا الملائكه بيقولوا ايه من امر ربنا اللي هو هيقضيه في الارض. فهمت؟ فيسمعها مسترق السمع يعني من الشياطين والجن، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني كده 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 كده. صور رواية بالتمثيل، رواية تمثيلية يعني بيمثل لك الرواية. فهمت؟ وصف سفيان بكفيه فحرفها يعني خلاها على حرفها كده، فحرفها عملها على حرفها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، يعني كأنه واقفين أدوار. فهمت؟ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يعني إيه الفؤاني خالص يسمع الملائكة بتقول إيه؟ الأرض هتمطر في المقطم بكرة الساعة كذا. يوم التاني إيه؟ يقول للي تحته الأرض هتمطر في المقطم بكرة الساعة كذا. واحد تاني يقول له هتقطر في المقطم والسيدة عائشة، واللي بعديه يقول له هتمطر في المقطم والسيدة عائشة وفي الأزهر اللي تحت، يعني يزود 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 كل واحد ايه. فهمت ازاي؟ لحد ما في الآخر يقول له هتمطر في ماليزيا، وهو قال له في المقطم، ايه ماليزيا والمقطم؟ فهمت؟ يقعدوا بقى في الآخر يعكوا بقى، يحصل العك بقى. فهمت؟ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، لأن يعني في شهب بقى إيه بتضربهم علشان ما يسمعوش،
فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. تقوم تاني يوم تبص تلاقي إيه؟ الأرض تمطر في المقطم، لكن ما تمطرش في السيدة عائشة، ولا في ماليزيا، ولا في سيدنا الحسين، ولا حتة تانية، ولا في ليبيا، ولا، لكن هي وصل لك. قال لك: ما هو قال المقطم برضه، ما جرش حاجة، صح، مع انه قال 100 كذبة جنبها. فهمت بقى ازاي يوم الناس ايه تتلخبط؟ وعشان كده الرسول بيقول لك ايه: كذب المنجمون ولو صدقوا. باب قوله: ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعن ابي قال: حدثنا علي. إن هو إلا نذير، إن بمعنى ما برضه، ما هو إلا نذير. بيسموها إيه؟ أسلوب قصر يعني. بيقصر وظيفته على النذار، فهمت إزاي؟ يسموه أسلوب قصر. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن خازم، قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. الصفا هو جبالك عشان صفوان، فهمت؟ الصفا سميت صفا ليه؟ عشان صخرها ملساء، صخر املس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. فاجتمعت اليه قريش، جمعهم لما قال له: انذر عشيرتك الاقربين، مش كده؟ قالوا: مالك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي قراءة: أبي لهب وتب، بتسكين الهاء. سورة الملائكة هي سورة فاطر. احنا قلنا سورة سبأ السورة 34 من اول المصحف، وهي سورة مكية، سورة مكية بعد لقمان، نزلت بعد لقمان، اياتها 54 آية، دي سبأ. سورة فاطر تيجي بعدها، ومن ضمن اسماء سورة فاطر سورة الملائكة، مش كده برضو؟ فيبقى سورة الملائكة هي سورة فاطر، هي السورة 35، نزلت بعد سورة الفرقان وهي مكية أيضا، آياتها 45 آية بالكوفي و 46 آية بالإيه؟ بالمدني والبصر. سورة الملائكة. قال مجاهد: القطمير لفافة النواة. عارف نواية البلحة؟ مش فيها غلاف كده رقيق شفاف؟ هو ده اسمه القطمير. القطمير، خدت بالك؟ القطمير لفافة النواة، مثقلة مثقلة، يعني مثقلة بذنوبها، يعني مثقلة بذنوبها يعني، ومثقلة ومثقلة بمعنى واحد. وقال غير: الحرور بالنهار، مش النهار بيبقى فيه حر، يبقى الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار، وما يستوي ايه الظل ولا الحرور، قايل كده في الآية. وغرابيب، وغرابيب سود، وغرابيب أشد سواد الغربيب الشديد السواد. يقول لك أسود غربيب، يعني إيه يعني شديد السواد؟ فهمت؟ وعشان كده نقول غراب، الغراب لأنه أسود، فهمت؟ طائر أسود اسمه، إنه أسميه غراب ليه؟ لأنه جاي من الغربيب، وهو الإيه؟ اللي لونه أسود شديد السواد. هنا بقى في رواية أبي ذر الهروي في زيادات مش جايبها إيه في المكنز. وقال مجاهد: يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل من مثله من الأنعام. فكهون معجبون. سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: طائركم عند الله مصائبكم. يا
ينسلون يخرجون. باب والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم فعززنا بثالث فشددنا. دي الزيادات دي موجودة في بعض نسخ البخاري، احنا حبينا نقراها بس علشان ايه، اذا كان عندك نسختك مكتوبة لك كده تبقى ايه طمنك انها نسخة صحيحة. عندي نزود ثلاث كلمات كمان، فعززنا فشددنا حدثنا ابو نعيم. بس كده تمام. سورة ياسين، سورة ياسين هي السورة بقى 36 بعد سورة ايه فاطر اللي هي سورة الملائكة، وهي سورة مكية ايضا نزلت بعد الجن، اياتها 83 آية كوفي و84 آية ايه و82 آية بصري ومدني. سورة ياسين وفي باب واحد. وقال مجاهد فعززنا شددنا. يا حسرة على العباد، كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل أن تدرك القمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان، يعني ده ورا ده، الليل والنهار ورا بعض. حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من مثله، وخلقنا لهم من مثله إيه ما يركبون، يعني من الأنعام، من مثل الأنعام يعني ما يركبون. ودي آية، شوف بقى أيام الصحابة ما كانوش يشوفوا حاجة تتركب غير الأنعام بس، الجمال الحمير مش كده، البغال فين وفين، لما راحوا الهند لقوهم بيركبوا ايه، بيركبوا الفيل، حاجات كده. لكن مفيش بعد كده ربنا بيقول ايه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني ايه، يعني هنخلق لهم حاجات تانية يركبوا، واخد بالك ازاي. فخلق بقى البواخر والفلك وخرق القطارات والطائرات والاتوبيسات وكل حاجة الى شوف يوم القيامة بقى، شوف كل ما يتقدموا ويعملوا حاجة وسائل نقل. فالآية تشملها، الآية واسعة تحتمل هذا كله. فكهون معجبون، جند محضرون عند الحساب، ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر، يعني المزدحم، الموقر يعني الممتلي، الممتلئ يعني. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم، ينسلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا، أحصيناه حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد، بمعنى واحد يعني. باب قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تسجد تحت العرش، عرش التدبير، عرش الأمر، عرش الإرادة تحتمل، ولا العرش اللي هو ايه اللي ربنا خلقه، العرش الذي يسع الكرسي والكرسي الذي يسع السماوات والارض، فهمت؟ تحتمل كده، لان كل عالم من العوالم، كل العوالم منطبعة فيه، فعالم العرش منطبع فيه عالم الكرسي بما يحويه، وعالم الكرسي منطبع فيه عوالم الارض والسماوات والكواكب وكل شيء منطبع فيه، يعني لك وجود في كل عالم أيها المخلوق. فهل بقى إيه تسجد تحت العرش المخلوق، يعني الشمس دي لها وجود في عالم العرش فتسجد تحت العرش بالفعل سجود حقيقي، ولا تسجد تحت عرش التدبير والأمر والنهي أنها تشرك وتتحرك على وفق مراد الله؟ كل دي معاني واسعة تحتملها. أنت في كل عالم لك وجود أيها المخلوق،
هدي لك مثال. انت دلوقتي عندك الكمبيوتر، في حاجة اسمها هارد ديسك، وفي سوفت وير، وفي مونيتور، وفي كيبورد، مش كده برضو؟ المعلومة موجودة في الهارد ديسك وموجودة في السوفت وير، وتستدعيها بالكيبورد وتظهر على الشاشة. يبقى ليها وجودات في كل عالم ولا لأ؟ عالم الكيبورد، عالم السوفت وير، عالم وعالم الهارد ديسك، وعالم المونيتور اللي هو الشاشة. ووجود المعلومة في الهارد ديسك ليه شكل، ولما تيجي تستدعيها على السوفت وير، على لما تيجي تدوس على الكيبورد بتستدعيها من عالم لعالم، تمهيد انها تظهر في عالم اخر، مش كده برضو؟ فبتستدعيها، فبتنتقل المعلومة من الهارد ديسك، والمعلومة في الهارد ديسك على صورة دوت، نقطة صغيرة ضوئية كده مش واضحة، تيجي تاخدها السوفت وير تروح فردالك النقطة الضوئية دي، تطلع سطور وجمل وكلمات وصفحات، فاهم؟ وبعدين بعد كده تروح ايه جايلك على المونيتور امامك، تطلع متحركة وصورة متحركة وملونة، وتشوف وتتابع، وهي كلها بتمدها بكل العوالم، بتمد ظهور الصورة اللي في ايه المتحركة دي، بتستمد من الهارد للسوفت عن طريق الكيبورد تظهر في ايه. فالمونيتور عالم الدنيا، المونيتور عالم الدنيا اللي هي الشاشة اللي بتشوف فيها الدنيا دي، كويس. والكيبورد اللي هو قدر الله، لما يريد يظهر حاجة يدوس على زرار تبتدي تظهر، فهمت ازاي؟ ده نموذج بس، اديك نموذج عشان اقرب لك المسألة. والسوفت وير عالم برزخي بين عالم الإرادة اللي هو الهارد، وبين عالم الدنيا اللي هو انت بتشوفه، فاهم؟ والكل بيمد الكل، بحيث انك انت لك وجود في كل عالم، فهمت بقى؟ الشمس برضو كده لها وجود في كل عالم. ففي عالم الهارد ديسك الشمس بتسجد تحت عرش الرحمن اللي خلقه فعلا، لكن انت ما بتشوفش كده لان انت في المونيتور، انت بتشوف المونيتور، انت بتشوف الهارد ديسك، انت في المونيتور بتشوفها بتلف بتروح حتة تانية، فهمت بقى ازاي؟ والنبي نظر لكل العوالم في لحظة واحدة. عشان كده الرسول لما دخل الجنة لقى بلال وراه، طب ده بلال سايبه نايم في المدينة، ايه اللي وداه الجنة هناك؟ لان لك وجود في كل عالم ايها الانسان. عالم الجنة لك وجود فيه، عالم النار اهل النار لهم وجود فيه، وهم موجودين في الدنيا، هم موجودين في النار برضه، فهمت بقى ازاي؟ على الله اكون ايه قدرت ان انا فهمتها لك يعني شوية. علشان كده تلاقي احاديث النبي تجدها يعني فوق ادراك البشر. واحد يقول لك ايه الكلام التخريف ده، الشمس قال بتسجد تحت عرش الرحمن، ده غربت علشان تشرق في حته تانية، فين العرش احنا؟ ده العرش ده فين؟ في حته تانية خالص. يوم يقول لك ايه، يبقى ده اسمها غباوه، هذا الكلام غباوه. ليه؟ لانك انت عايز تحجم عقلك، وعقلك لا يفكر الا على المونيتور بس، مش شايف الهارد ولا السوفت وير ولا طريقة الاستدعاء من الكيبورد، انت مش شايف الا المونيتور، لا يعلمون الا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الاخرة هم غافلون، فاهم؟ لكن النبي لا، النبي كان مدرك كل العوالم في لحظة واحدة، وكان يتكلم عن كل العوالم في لحظة واحدة. فالوحي فوق ادراك العقل، عقلك غاية ما يدركه الحياة الدنيا اللي انت عايشها، لكن من وراء الحياة الدنيا في حياة، في ايه؟ في حياة أخرى، مش حياة واحدة، حيوان، واخد بالك؟ يعني شوف، أحياء كثيرة وأماكن كثيرة، ويخلق ما لا تعلمون. فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وعن أبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. سورة الصافات،
وهي سورة مكية نزلت بعد الأنعام، السورة 37 وآياتها 182 آية. سورة الصافات وفيه باب واحد. وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، من كل مكان، ويقذفون من كل جانب، يرمون واصب دائم، وله الدين واصبا، عذاب واصب. يبقى واصب واصبة يعني شيء دائم، فهمت ازاي؟ يبقى الواصب هو الدائم. لازب، لازب من طين اللازب، لازب يعني لازم، عارف اللازب؟ اللازم، اللازم يعني اللي يلزق في ايدك، تيجي تعمله كده تلاقيه جه الناحية دي، تيجي تعمل كده جه الناحية دي، انت مش عارف تخلص منه، ملازم للمكان اللي هو يعني لاصق. يبقى لازب لاصق، ولاصق يعني لازم. شفت بقى اللغة العربية جميلة ازاي؟ تأتوننا عن اليمين يعني الحق، الكفار تقوله للشيطان، غول وجع بطن، ينزفون وينزفون وينزفون قراءتان، ينزفون الأصحاب وينزفون باقي القراء، الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف، ينزفون لا تذهب عقولهم، قرين شيطان، يهرعون كهيئة الهرولة، يزفون النسلان في المشي يعني الإسراع في المشي، النسلان في الايه في المشي يعني الإسراع في المشي، وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. بيقسموها يعني جنان، يعني شغل جنان، يعني كأن في اعتقادهم الفاسد ربنا يتزوج أشراف الجنيات فينجب الملائكة. شفت ولا كي جي ون، ولا الأطفال اللي في كي جي ون يتصوروا هذا التصور. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، ثروات يعني أشراف، ثروات الجن. وقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة، صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. لشوبا من حميم يعني مخلوط، شاب الشيء يعني خلطه، شاب اللبن بالايه بالشاي يعني خلطه بالشاي، لشوبا من حميم يعني يخلط طعامهم ويصاط بالحميم، مدحورة مطرودة، بيض مكنون اللؤلؤ المكنون، وتركنا عليه في الآخرين، يذكر بخير، يستسخرون يسخرون، بعلى رب، أتدعون بعلا وتذرون إيه؟ وتذرون أحسن الخالقين، اللي هو إيه؟ سيدنا إلياسين. باب قوله: وإن يونس لمن المرسلين. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى، ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. يعني اوعى تفتكر أن أنت خير من سيدنا يونس، عشان سيدنا يونس إيه ربنا لامه وجعل الحوت إيه يبلعه، فتظن انك انت خير. لا، اياك ان تظن، ده نبي مرسل مكرم وكان معراجه في بطن الحوت، فاياك ان تسيء الفهم. يبقى النبي بيدافع عن الانبياء. وعن ابي قال: حدثني ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني ابي عن هلال بن علي عن بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. من قال أنا، يعني أنا هنا تعود على القائل مش أنا اللي هو النبي، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. يبقى لابد أنك أنت تدافع عن الأنبياء وتعرف أنهم إيه عالي القدر عظيم الجاه.
رضي عليهم الصلاة والسلام. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. غدا سورة صاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.